Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Tous les Algérois vous le diront. Alger a été cadenassé aujourd'hui. Les principales artères bouclées, des heures durant. Des dizaines de milliers de gens n'ont pas pu se rendre à leur travail. Des dizaines de milliers d'autres n'ont pas pu vaquer à leurs affaires courantes. Pourquoi? Eh bien parce que le président Bouteflika se déplace, nous dit-on, pour aller inaugurer le nouveau siège d'une zaouïa et aller inspecter le chantier de la grande mosquée d'Alger. J'ai failli dire de la grande mosquée Bouteflika. Ce projet mégalomaniaque, la pyramide du pharaon. Écoutez ce monsieur sur la chaîne Nahar qui encense le mirifique, le phénoménal, le désormais historique grand projet du siècle. Projet du siècle. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mais écoutez. والآن الجزائر العاصمة تقوم ببناء أكبر مسجد، ثالث أكبر مسجد في الحرمين بعد الحرمين. الجزائر الآن تقوم ببناء أكبر مسجد بعد الحرمين، يعني هو رتبته الثالثة، اسمه المسجد الأعظم. لو تعرفوا قصته. ليه تم بناء هذا المسجد ها هنا؟ والله إذا ستصيبك قشعريرة. أنا سأسأل سؤال، هل تعلمون لماذا تم اختيار بناء المسجد الأعظم في هذه البقعة؟ هل تعلمون؟ أصبحت الاسم المنطقة المحمدية. تعرفون ليش سبب تغيير الاسم؟ هذا ابحثوا عنه في جوجل. تعرف ليه أقول ابحثوا عنه في جوجل؟ رغم أني لا ابحثوا عنه في جوجل. سهل أقولها أنا في خمس دقائق وأربع دقائق، لكن حتى تبحثوا عن الجزائر أحيانا تعطي الطرف خيط، يأتي لماذا تم اختيار المسجد الأعظم في الجزائر في هذه المنطقة المحمدية، واضغط وابحث سترى العجب العجاب وتقرأ تاريخ ما جرى فتم اختيار المسجد ها هنا. قبل ما يسلم لوزارة السكن، وأنا ذا كان على مستوى وزارة الشؤون الدينية، أنا نعرف بلي بويك كاين داير بلي دار باباه، بلي المسجد ليه. المسجد ما داهش وما يديهش. فهمت؟ وشوف كانال بليس مع بويك مع هادي مع هادي، وتفهم كثير من الأمور هادي. زايد من ناحية أخرى تتصور يعني شكون يسمح لك باش حي لافيجري مسمينا على جنرال فرنسي تولي تسمي على محمد صلى الله عليه وسلم محمدية، وتحط له المسجد الأعظم تبع تما اللي داير ظلال داير ظل على كل أذناب تاعهم. المجمع تاع العاصمة إن شاء الله يكون منارة إسلامية على مستوى كل الدول الإسلامية، وهذه ما حابينهاش الجزائر، حابينها تكون في محمية من المحميات نتاعها، والفهم يفهم. إذا احنا ماشيين المسجد يستنوا فيه المواطنين والمواطنات الجزائريين بشغف، يشرف الجزائر. ثالث مجمع من بعد حرمين شريفين يأصل يجدر الجزائر في أصالتها الأمازيغية الإسلامية العربية، حب من حب وكره من كره.